صباح الخير، اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الكانديدا وعرفنا ان الكانديدا عبارة عن فطر موجود في مستوياته الطبيعية في جسم الانسان، علشان مهم في عمليات الهضم او انه بيساعد في عمليات الهضم. اللي بيحصل ان الكانديدا بتتعرض لاسباب، سواء كانت ضغوط نفسية عصبية او طبعا الافراط في السكر والكربوهيدرات والكحول واستهلاك المضادات الحيوية باستمرار والاسباب الكتير قوي اللي احنا قلناها الحلقة اللي فاتت، بيحول الكانديدا من ان هو يكون فطر نافع في عمليات الهضم الى كانديدا اوفر جروس، بيبقى داء او مرض بيخلي جدار الامعاء زي الغربال يخترق الجدار ده ويجري مع الدم في المجرى بتاعه وبيوصل للقلب وللأغشية المخاطية في المخ وبيعمل أمراض كتير. طيب النهاردة هنتكلم إزاي أعرف أنا عندي كانديدا أو لا. ده حيبان من خلال استبيان معين، 10 أسئلة. ال10 أسئلة ديت الدكتور كروك ده للكشف عن فطر الكانديدا، هل هو فعلا موجود أوفر جروس ولا لا. بيتحدد بناء على عدد إجاباتك بنعم على كل سؤال. هل أنت أخذت بشكل متكرر أو لفترة طويلة أي مضادات حيوية؟ في مشاكل في الجهاز البولي أو التناسلي، بمعنى أن في عدوى فطرية اتعالجت منها أكتر من مرة وبترجع تاني؟ 3، هل بتشعر بالمرض بشكل عام بدون معرفة سبب؟ 4، عانيت من مشكلات في الهرمونات، طبعا اضطرابات في الحيض، مشاكل في الدورة الشهرية، عجز جنسي، زيادة الرغبة في أكل السكريات، انخفاض درجة حرارة الجسم، إعياء. 5، قابلتك مشاكل في الذاكرة أو في القدرة على التركيز الذهني عامة. 6، هل أنت عندك حساسية بشكل مفرط اتجاه الدخان، السجاير، العطور، الكولونيا او الروائح الكيميائيه عامه. 7، اخذت كورسات طويله من المنشطات او حبوب منع الحمل يعني لمده اكتر من 3 سنين. هل عندك حساسيه معينه تجاه بعض الاطعمه؟ 9، هل تعاني من امساك او اسهال او انتفاخ او الم في البطن؟ 10، واخر حاجه، في حكه في الجلد او الشعور بالوغس او الحرق او ان الجلد جاف جدا بشكل غير طبيعي او في حصل طفح جلدي؟ دلوقتي هنشوف الاجابات بنعم لكل سؤال وهنجمع الاجابات ل10 اسئلة. بالنسبة للرجالة، اذا كانت النتيجة 7 8 9، ففي احتمالية ان يكون في كانديدا، لكن من 10 لما فوق فانت مؤكد ان انت عندك كانديدا. بالنسبة للستات، اذا كانت النتيجة 9 10 11، فبرضو احتمال يكون فيه كانديدا اوفر جروس. اذا كانت النتيجة 12 فما فوق، فانت اكيد مصابة بمرض الكانديدا اوفر جروس. ده اول اختبار. تاني برضو اختبار، والاختبار ده ممكن يتعمل في البيت عادي بمنتهى السهولة، اختبار البسك. بنملى كوباية مية، يستحسن تكون من ازازة مش من الحنفية، واول حاجة بتعملها الصبح من قبل ما تغسل سنانك وقبل ما تشرب او تاكل اي حاجة خالص، بتتف في الكوباية، بتسيب الكوباية ساعة. على مدار الساعة دي، من كل ربع ساعة او تلت ساعة، بتروح تشوف الكوباية عاملة ازاي. لو في علامة من 3 علامات اللي احنا هنقولهم دول، يبقى برضو مؤكد انت مصاب بالكانديدا الاوفر جروس. اول علامة بتبقى اللعاب بتاعك طافي على المية وبتنزل منه خيوط زي خيوط العنكبوت. تاني علامة، بيتغير لون المية كله وتحس انه بقى لونه ملوث واشبه للرمادي. العلامة التالتة، اللعاب كله رمادي وبينزل في قعر الكوباية. التلاتة دول
انت عندك مشكلة صحية بسبب الكانديدا overgrowth. طيب كده انت مؤكد خلاص، انت عارف ان انت عندك كانديدا، لكن برضو انا في ناس لأ ايه دوت ومش نافع، او احنا مش عارفين، او إيه مش باين قوي، او الكلام ده كله. طيب مفيش اي مشكلة، انت عايز فعلا تتأكد، هتلجأ للمعامل، الاختبارات المعملية. فأول خطوة انت هتروح تتكلم مع المختص، في المختص الطبي في الكلام دوت، وبتحكي له بالظبط الدنيا فيها ايه، وبتطلب منه تحاليل كانديدا. تمام. وعامة كده كده في يعتبر 3 تحاليل عامة بيتعملوا علشان الكانديدا اوفر جروس. اهم التحاليل دي واولها واكثرها دقة تحليل البراز الشامل او مزرعة البراز. انا يعني ما عنديش ليها معنى قوي بالعربي، هي بالانجليش كومبريهنسيف ستول اناليسز. تمام. العينة دي في الغالب بتتاخد على 3 ايام، كل يوم عينة. التحليل ده بيبين مستويات التخمر، البكتيريا المسببة للامراض، البكتيريا النافعة، هل في وجود فعلا لبيض الكانديدا او لا، الكائنات الحية الدقيقة التانية اللي ممكن تكون سبب في امراض تانية، وكمان هيظهر مستوى البي اتش، هل في اثار للالتهابات، بيبين صحة الامعاء، حركة الهضم عاملة ازاي، في طفيليات ولا لا. طبعا بيبين مستويات الكانديدا لو مش طبيعية، او ان انت عندك مشكلة مع البكتيريا النافعة. مثلا في ناس عندها مشكلة مع بكتيريا اللاكتوز والبيديفوس اللي هي ريليتد للبن. التحليل ده هيعرفك وضعك الصحي، وانك تبدأ طريقة دايت مناسبة للحالة الصحية بتاعتك. تاني نوع من التحاليل تحليل كانديدا انتيبوديز تيست، ده طبعا دم، مش بيبقى موثوق فيه قد تحليل البراز او الكومبريهنسيف ستول اناليسز. ده عبارة عن ايه؟ اوريدي جهاز المناعة بيفرز 3 انواع انتيبوديز بالنسبة للكانديدا. تمام. الاي جي جي، الاي جي اي، والاي جي ام انتيبوديز. دولت لو في تغير في مستوياتهم يبقى في كانديدا طبعا اوفر جروث. رقم 3 مزرعة بول، اورجانيك اسيد تيست. وده معناه ان برضو الكانديدا احيانا بتسيب اثر ليها. دي الاختبارات المعملية والاختبارات المنزلية اللي ممكن تتعمل علشان الكشف عن الكانديدا اوفر جروث. ان شاء الله باذن الله هنكمل في حلقة تانية طرق العلاج، وبرضو شوية اسئلة كده ريليتد لموضوع الكانديدا، لان الموضوع كبير ومتشعب، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا النهاردة. شكرا.